السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في درس من دروس رياضات الكيك بوكسين واساسيات رياضات الكيك بوكسين. اليوم غادي نخدم طرق المناوره والهجوم في نفس الوقت، ولكن دابا بضربات الارجل كما كنا خدمنا ضربات الايدي. اليوم غادي نحاول نخدم على ضربات الفرونت كيك وكيفاش كان نهرب من ضربات الفرونت كيك باساليب مختلفه. معايا دائما بطل ياسين، كنشكره دائما على المساعده ديالو وعلى الوقت ديالو، وخليكم معايا في الفيديو ما تمشيوش. كما مرحبا بكم مره اخرى خوتي خواتاتي، نخدم على ضربات الفرونت كيك وكيفاش نهرب من ضربات الفرونت كيك بطريقه سهله وسلسه. نبداو على بركه الله. كما كنعرفوا ضربات الفرونت كيك كيضربها هي اللي كنخدموا، اللي كنا تعلمناها في الاساس ديالها، راه فرونت كيك معروفه يعني ضربه للبطن او الوجه او الصدر. عندي بلوكاج كيضرب بلوك او يقدر يضرب بوش كيك، ضربه من القدام ضربه بوش كيك. هادو ضربات الفرونت كيك، غير هذا تبكي. هنا كيفاش ندير نهرب من ضربه الفرونت كيك ونرد ضربه اخرى، او كيفاش غير نهرب من ضربه الفرونت كيك اللي غنشوفو دابا. راه كيما خدمنا ديريكت راه نقدروا نخدموا، راه تقريبا نفس الحركات ديال حتى موضوع الارجل، راه نقدر صالحه لجميع الحركات في الكيك بوكسين. يعني الا ضربني فرونت كيك واحد جوج نهرب له من هنا، ماشي مشكل. واحد او هنا الا ضربني عاود، ما الا ضربني قاصني عاود، الا ضربني قاصني هنا، الا ضربني واحد جوج سهل رجعت للور عاود، الا ضربني هنا واحد، الا ضربني تاع اليمين ديالو واحد سهل واحد جوج. راه كنا ديجا خدمنا على هاد الطريق، غادي نخدمو على طرق اربعة او ثلاثة ديال الطرق مغايرة بغير هاد الطريقة هادي. هادي الطريقة الأولى اللي نقدر نضرب بها أنا واحد، نزيد نضرب وحدة أخرى جوج، ونرجع نخدم الخدمة ديالي، نهجم كيف بغيت أنا نجاوبو بنفس الضربات اللي بغيت أنا. عندي طريقة أخرى اللي تا هي معتمدة ونقدر نخدمها على جوج جهات. إلا ضربني مثلا باليسار مزيان عاود يضربني باليسار، غادي نخرج لهنايا هنا ميد الكيك، او نقدر نخدم لا بوكس ديالي ماشي مشكل. ميد الكيك نقدر نخدم داك السال اللي بغيت هنا. هنا الا ضربت تقول لي انا شاد ضربت باليمين، هنا الضربه الظهر ممنوعه، كنحاول نضرب اقرب منطقه واسهل منطقه ديالي هنا او هنا مزيان. الا ضربني بنفس الرجل باليسار نخرج لهنايا، ونقدر نستعمل ضربه الميد الكيك عاود يضرب هنا، راه ضربني عاود، راه ضربني هنا عاود مره، يعاود مره اخرى. كنخرج لهاد الجهه هادي، نقدر نخدم انا واحد او نضرب هوك او نضرب ميد الكيك، او نقدر حتى انا نعاود له فرونت كيك ديالي. نعاود باليسار دائما، عندي هاد الاولى واحد، نقدر نجي هنا حركات كيف بغيت، نقدر نجي الجهه ديال اليسار ديالي ونهرب ونضرب اللي بغيت هنايا. نقدر نضرب هنا واحد، او نضرب بوش كيك، او نضرب الحركة اللي بغيت. عندي الى ضرب هنايا واحد عاود مزيان، الى ضرب هنايا فرونت كيك كيفاش نقدر نتفاداها بيدي، يعني نطيح له رجلو رجل ديالي رجل ديالو باليد ديالي. هاي عاود شوف واحد، غادي ندير واحد يعني واحد الحركه بسيطه بيدي انا، واحد جوج كنهبط، ما يدير حتى شي واحد هكا، لان راه صعيبه الا درتي بحال هكا. لا شوف لا كارد ديالي، الا ضربني ولا فرونت كيك ضرب اي كيس عاود سهل، مشى عاود مشى عاود مشى، ولا زدتها مع السحبه يعني واحد عاود ونخرج سهل واحد شوف. نقدر نخدم
ليغري صح؟ نقدر نخدم ضربه البالياج اللي كنت هضرنا عليها، نقدر نخدم ضربه البالياج كروش اللي بغيت نخدمو نخدم بنفس الطريقه بنفس اليمين ديالو. نقدر عاود نمشي لهنا واحد شي نقدر نضرب كابلي ضرب في قبل يضرب هنا فرونت كيك ضربني ماشي هنا قاسمي راه هنا ضربت عنده مجهده واحد خرجوا غير هنا هو فين مشى شوف فين مشى لهاد الجهد يعني نقدر نضرب انا هنا واحد نقدر بجوج نقدر نضرب ثلاثه نضرب اي حركه بغيت لان هو مشى لهاد الجهد انا عندي هنا تقريبا سيطره كامله نضرب كيف بغيت نفس الطريقه واحد نمشي لهنايا نقدر نخرج هنا وهنا شوف كيف بغيت عاود كيفاش نهرب سهله جدا نعاود واحد جوج كيف ما تعلمنا الضربه ديال المستقيميات واحد جوج عاود جوج يعني انا غير بالعرض البطيء يعني الا ضربتها خفيفه كيفاش يعني غادي شوف هنايا واحد او انا ضرب صافي هنا انا ما تحركش انا ضرب ولكن غادي يضربني هنا عاود اوب تمشي هنا واحد اوب باش بسرعه نضرب الضربه ديالي يعني غير كينزل رجليه انا كنكون تحركت وضربت الضربات اللي كنحتاج نفس الطريقه نقدر نخدم اليمين ديالي دابا في الاول خدمت شوف غادي نضربها له هكا ندفعها بهذا عاود عاود راه كنساعد واش نحط لي كاع ديال هاي نورمالمون خصني نكون هنا يعني انا هز لاكارد هنا عاود عاود نقدر نخدم تبات ديال 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 عاود نقدر نخدم بهاد الطريقه هادي عاود نقدر نشوت الرجل ديالي هكدا خوتي خواتاتي الحركه ديالنا ديال كيفاش او الانسحاب او الدفاع ورد الدفاع او الهجوم المضاد في الرجل هذا غير مبدئي يعني اساسيات بس يعني كيفاش تقدر تتحرك وكيفاش تتفادى الضربات ديال فرونت كيك او الضربه الاماميه باقي ان شاء الله غادي نبقاو نخدموا على حركات او لي تكنيك ديال الحركات ان شاء الله بعد ما نسالي الاساسيات ديال هاد يعني عندي ديال اساسيات ديال الرياضات الكيك بوكسين غادي ندخل في رياضه الفول كونتاكت كيفاش نخدم رياضه الفول كونتاكت وكيفاش نتحرك في الفول كونتاكت وكيفاش نضرب ونهجم اتاكي او ديفونسي يعني هجوم والهجوم المضاد والدفاع وكيفاش نحمي وجهي وكل شيء غادي نجمعكم ان شاء الله في رياضه الفول كونتاكت غيكون واحد التعريف في رياضه الفول كونتاكت ان شاء الله قريب قبل ما غادي ندير اي حركات من رياضه الفول كونتاكت غيكون عندنا معكم تعريف شامل على رياضه الفول كونتاكت والمنشأ ديالو والدوله فين كانت وشكون اللي صوبو هادشي كامل غادي تشوفوه معايا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي تهلاو لي